إذا بدنا نبلش في أول محاضرة اللي هي محاضرة الانترودكشن، انترودكشن تو انفيرمنتال انجينيرينج. زي ما حكينا الانفيرمنت هي كل ما يحيط بنا، إذا انفيرمنتال انجينيرينج هي هندسة كل ما يحيط بنا. أي يعني تعريف عام جدا، بدنا نخصص شوي، بدنا نعرف أول شيء شو الفرق بين الانفيرمنتال انجينيرينج والانفيرمنتال ساينس. شو الفرق بين كلمة ساينس وكلمة انجينيرينج؟ كلمة engineering دائما بيجي معاها شغلتين، حل مشاكل، أو هي بشكل أساسي application و problem solving. هنا هذول الشغلتين اللي دائما بيجوا مع الهندسة، الهندسة بشكل عام. أي هندسة هي الهندسة هاي application، تطبيق، وتطبيق لإيش؟ لحل مشاكل دائما بشكل عام أي هندسة. العلوم أي كلمة science بيجي معاها knowledge، معرفة، علم. إذا الساينس هو knowledge والإنجينيرينج هو application، problem solving. تمام، هذا بشكل عام. في الهندسة البيئية الإنجينيرينج اللي احنا بنحكي عنها هي application of environmental science. عشان ايش؟ applied to problems of، في مشاكل بيئية بتواجه البشر، بتواجه الكوكب، الهندسة البيئية بدها تحاول تحلها، لأنه زي ما حكينا الانجينيرينج هي problem solving. إذا هي engineering applied to problems of، إيش هاي البروبلمز اللي بتحب تحلها؟ sanitation اللي هي الإصحاح بسموها، الإصحاح هي التخلص السليم من النفايات الصلبة والسائلة بحيث إنه ما تسببش أمراض للإنسان ولا للحيوان ولا للنبات. كمان the protection of natural systems from the impact of built environment and human activity. زي ما حنشوف كمان شوي، في عندنا نوعين من الانفايرمنت، في عندنا الناتشرال انفايرمنت وفي عندنا البيلت انفايرمنت. الناتشرال انفايرمنت هي الشيء اللي خلقه ربنا زي ما هو، البيئه الطبيعيه، البحار والمحيطات والهواء والاشجار والانهار والبحيرات، كل هاي ناتشرال انفايرمنت، والغابات طبعا. البيلت انفايرمنت هو اللي عمله الانسان لتسهيل حياته، هي البيئه اللي عملها الانسان لتسهيل حياته، زي المدن، الشوارع، السيارات، المصانع، هاي بسموها البيلت انفايرمنت. الان انت مهمتك كمهندس بيئي، المهمه الرئيسيه حمايه الناتشرال انفايرمنت من تعديات البيلت انفايرمنت. تمام، اذا هاي مهمه المهندس البيئي، الانفايرمنتال انجينيرنج. الان الانفايرمنتال ساينس، عشان انت تعرف كيف تاثيرات البيئه المبنيه على البيئه الطبيعيه، لازم يكون في عندك علم في البيئة الطبيعية نفسها، وعلم في البيئة الطبيعية، وعلم في تأثيراتها على هاي، عشان انت تعمل حلول كمهندس بيئي انك كيف تشيل هاي من هاي، او تخفف تأثيرات البيلت انفايرمنت على الناتشرال انفايرمنت. اذا هي الانفايرمنتال ساينس هي سيستمايز نوليدج، زي ما حكينا كلمة ساينس دائما بيجي معها نوليدج، نوليدج of age of the natural environment and the impact of the built environment and human activity of natural systems. إذا هاي هي الـ environmental engineering. إذا في عندنا مشاكل بيئية كثير بتواجه البشرية، وهي بعض المشاكل موضحة في هاي الصورة. زي ما أنتم شايفين هون، في عندنا تلوث مياه، في عندنا هون مياه عادمة غير معالجة، في عندنا هون نفايات صلبة، في عندنا هون تلوث هواء من المصانع، في عندنا نفايات إشعاعية، في عندنا عدم القدرة على الحصول على مياه صالحة للشرب، في عندنا تلوث الأنهار بالنفايات، وهكذا. إذا كل هاي أمور مشاكل خلقتها البيئة، البيلت انفايرمنت، البيئة المبنية على البيئة الطبيعية. في حدا بالانتظار؟ ادمت اول، عفوا خليني بس احط تبعت الويتنج روم قدامي. ماشي، في حدا عنده سؤال عنده هون؟ نحط الشات هون برضو، نحط الويتنج روم. اذا environmental engineers implement solutions، عشان نحل هاي المشاكل احنا كمهندسين بيئيين بدنا نقترح حلول لحل هاي المشاكل. مثلا هاي اللي انتم شايفينها محطة معالجة بتعالج المياه العادمة
وتعالج مياه الشرب مثلا، في محطات لمعالجة مياه العادم ومحطات لمعالجة مياه الشرب. في عندنا كمان هون مثلا كاتش بيزنز عشان التخلص من الفيضانات، في عندنا هون محطات او معالجة النفايات او فصل النفايات عن بعضها لتسهيل معالجتها، في عندنا هون تبطين مثلا لمكبات النفايات عشان ما تأثرش على التربة اللي تحتها، وهكذا. اذا في عندنا شغلات كثير ممكن يعملها المهندس البيئي عشان يحل مشكلة النفايات. يعني زي ما حكينا في عندنا two types of environment، natural environment، في عندنا built environment، الاتموسفير، land، water and their inhabitants، كل هاي بسموها natural environment. في عندنا ايش؟ built environment، what had been built by people to facilitate living، لتسهيل حياتهم، ايش اللي عمله الانسان لتسهيل حياتهم. الان principles، مبادئ الهندسه البيئيه والعلوم البيئيه. احنا حكينا هلا شو الفرق بين الهندسه البيئيه والعلوم البيئيه. العلوم البيئيه يعني معرفه هاي المشاكل، الهندسه البيئيه اقتراح حلول لحل هاي المشاكل. لان المبادئ الاساسيه، اول مبدا، هن ثلاث مبادئ هذول لازم نعرفهم زي اسمنا. المبدا الاول من مبادئ الهندسه البيئيه هو بروفيجن. بروفيجن هون معناتها تو بروفايد، يعني الاسم الناون من كلمه تو بروفايد. شو يعني بروفايد؟ حد يجاوب؟ بروفايد اعطاء او تقديم. صح، تزويد، اعطاء، تقديم، مزبوط. اذا بروفيجن اعطاء ايش؟ او توفير، توفير، خلينا نحكي توفير، توفير سيف تيستي سفيشنت بابليك ووتر سبلاي. اذا اول مهمه من مهمات المهندس البيئي انه يوصلنا الووتر. شو الووتر هاي؟ باي شروط؟ في عندنا اربع شروط لتوفير هاي الووتر. اول شرط انها تكون سيف. سيف يعني آمن، يعني اذا شربتها ما امرض، ما اروح على المستشفى. اذا لازم تكون صالحه للشرب، سيف. تيستي. تفضل. بس في صوت الوجه او شيء من الهواء المايك طاغي على صوتك. طيب خليني اطفي المروحه، افتح الشباك. هيك الصوت احسن اوضح او اعلى كمان؟ تمام، هيك منيح. يلا، اذا اول شرط من شروط انك توفر المي، يعني مش خلص انا وفرت مي وخلص يلا دير ظهري، ولا لازم تكون هاي المي سيف. الشرط الثاني لازم تكون تيستي. شو يعني تيستي؟ بشكل عام تيستي يعني انها اللي هي زاكيه، بس هون اللي بالزبط. هي مثلا على الشرب. هو في مصطلح علمي اكثر إلها حناخده لاحقا، بلاتابل. بلاتابل يعني مستساغه، يعني الماء مستساغ. يعني طب هل ممكن يكون في ميه صالحه للشرب لكنها مش مستساغه؟ اعطيكم مثال بسيط. جرب كاسه مي، حط فيها يعني شويه ملح، يعني شويه ملح، يعني رشه ملح، زي رشه الملح اللي بتحطها على الاكل. يعني شو بصير طعم المية هاي؟ هل بتكون انت مستساغة تشربها؟ بتغير طعمها، صح؟ هل هي صالحة للشرب؟ صالحة ك ك ك كصحة من ناحية طعمها. هي نفس الملحات هذول اللي انت حطيتهم على سندويشة الفلافل ولا على سندويشة الشاورما، نفس الملحات هذول حطيتهم على المي، مزبوط؟ لكن يعني انا قصدي انه ما زادت الاملاح كثير، يعني عن الحد المسموح لك انت في جسمك، لكن بطلت المي تصير تيستي. إذا مهمتك أنت كمهندس بيئي أنك توصل مية تكون صالحة للشرب وكمان تيستي، مستساغة للشرب. المستساغة للشرب إحنا بنعرفه من وإحنا صغار، ما لا لون ولا طعم ولا رائحة، هذا اللي إحنا متعودين عليه، صح؟ هذا اللي إحنا مستسيغه. مع أنه في فروقات بين الناس، يعني في ناس مثلا يقول لك أنا بحبش أشرب إلا من مية البير، مية السماء. في ناس بحكي لك انا ميه البلديه هاي اللي انا بشرب منها، في ناس بحكي لك ايه ميه الصحه هاي ما بطيقهاش، في ناس ميه الفلتر انا ما بشربها بحسها مره. هاي من شخص لشخص. واحكي لكم شغله كمان، ان الـ يعني في ناس اصلا يعني اذا بتروح على دول ثانيه بختلف الاستساغه تبعتهم بشكل يعني فظيع. يعني مثلا
بدناش نبلش. انا بعرف انه شو بدي احكي لكم لما كنت في امريكا، بس اكيد حتصيروا تحكوا اه شوف الدكاتره دائما مش هيك بتعلقوا دائما بكل لما كنا في امريكا ولما كنا في امريكا صح؟ توكل على الله دكتور. مش مشكله. هسه يعني انا يعني بحب احكي يعني مرات قصص بتكون لها علاقه في الشيء اللي بنحكي فيه، مش انه كل مره بدي ادحش ان انا كنت في امريكا على فرجيكم انه كنت في امريكا يعني. اول ما رحت لسه يعني طالب جديد، وصلت المطار بدي احكي مع اهلي، طبعا ما كانتش الجوالات منتشره يعني، واصلا ما عيش جوال يعني، انا رايح لسه في المطار يعني بدي اوصل هناك، ما فيش لا واتس ولا انترنت ولا اي شيء، فبدي احكي مع اهلي، فكان تلفون اللي بالكوين اللي بالعمله، تلفون الشيكل، بعرفش لحقته ولا لا، بجوز وانتم صغار كان في تلفون تحط فيه مصاري تحكي فيه، فكتلفون عام يعني، فبدي اصرف مصاري معيش يعني عملي يعني الكوارترز للأرباع يعني عشان أحط، فروحت على محل في المطار، فقلت بدي أصرف يعني أسلم إشي أصرفه اللي هو أشتري فيه المي يعني، قلت خلاص بشتري لي كنية مي صغيرة، فاشتريت كنية مي صغيرة، وأول ما شربتها انصدمت، حسيت في طعم، طبعا أنا مت من الخوف، طبعا الواحد رايح أول مرة بدي أطلع على بلد أجنبي، وفكرت إني شربت إشي يعني مسكر ولا أبصر إيش يعني، مت من الخوف. فبعدين لما قريت عنها اللي هي طلعت لا مية عادية، بس إيش المية مطعمة، لأنه هناك بحكي لك المية اللي بنشربها هاي اللي إحنا اللي إحنا بنسميها مستساغة، في ناس كثير هناك بقول لك هاي بيل يعني هاي شاحبة، شو مش يعني، انا بدي مي تكون مدلعه شويه هيك يعني فيها شويه طعم. فبعديها انتبهت انه في ناس بحطوا عندهم مي بحطوا فيها فواكه بحطوا فيها اطعام، حتى بنباع في زي علب صغيره هيك بتطصها بالمي بتغير لون المي اصلا يعني، مش بس طعمها بحبوا يغيروا لون المي وبحبوا يغيروا طعمها عشان يتشجعوا يشربوا مي اكثر، بقول لك هاي ممله هاي المي العاديه من غير لا طعم ولا لون ولا رائحه، فعشان هيك الناس اذواق يعني ما لهم مش يعني ما، بس انت مهمتك انك توصل المية بحيث انها تكون سيف وتيستي، التنتين سيف وتيستي، هاي شغلتين. طب جبنا مثال انه مية تكون سيف لكنها مش تيستي اللي هي مية فيها ملح، طب هل في العكس ممكن تكون المية تيستي لكنها مش سيف؟ مين بعطينا مثال عليها؟ انه مثلا ندخل عليها دواء معين دواء مثلا او غير الدواء منيح يعني اذا كان فيها جراثيم. ايوه بالضبط. هلا الجراثيم مثلا شويه فيروسات ولا شويه بكتيريا، هل انت بتحس بطعمها؟ هل لها لون؟ هل لها رائحه؟ لو كان في مثلا كم من حبه بكتيريا ولا كم من جزيء فيروس موجودات عندك في المي، ما بتحسش لا بطعم ولا اذا كانت المي عندك بالثلاجه هيك بتشربها ولا بتحس فيها، صح؟ بتكون تيستي لكنها مش سيف، لانه هاي الجراثيم ما بتدخل جسمك حتتكاثر وحتسبب لك مرض كبير، تمام؟ فممكن تكون المي سيف ومش تيستي، ممكن تكون تيستي ومش سيف، لكن احنا اللي بدنا اياه لازم يكون التنتين سيف اند تيستي. الشرط الثالث انها لازم تكون sufficient، لازم تكون كافية، مش انه المية تجي كل 10 ايام مرة ولا كل اسبوع مرة، لا، المفروض انت مهمتك انك توصل المية للناس بشكل كافي. وطبعا منظمة الصحة العالمية حددت انه المية عشان تكون كافية للاستهلاك الآدمي بحيث انه يتكفي كل حاجاته من الشرب والطبخ والغسيل والاستحمام وغيرها، بلزمه بحدود 150 لتر في اليوم تقريبا للشخص الواحد، لان اذا كانت اقل من 100 لتر في مشكله يعني بيكون في شح مائي يعني ممكن تاثر على مستوى الحياه تبع هذا الشخص. فعشان هيك في اغلب دول العالم الميه بتكون 24 ساعه الضخ فيها وانت بتاخذ الميه زي ما بدك، لكن للاسف احنا عندنا مشكله هون في فلسطين، مش المشكله انه فيش عندنا مي، لا، المشكلة إنه المية تبعتنا مسروقة من الاحتلال، من قبل الاحتلال. فعشان هيك بتلاقي مثلاً قرية هون ومستوطنة هون بيسحبوا المفروض من نفس المصدر، لكن القرية يدوب يوصلها مرات، أنا بعرف قرى بالصيف كل شهر بتجيها المية مرة، تخيلوا كل شهر توصلها المية مرة، بس خلينا نحكي كل 10 أيام كل أسبوع عندهم شح شديد في المي، والمستوطنة اللي بتسحب من نفس المصدر
بتلاقي انه عمركم شفتوا خزانات على بيوت المستوطنين؟ في خزانات على ظهور البيوت؟ انتبهتوا لهي الشغله؟ ما في شيء. ليه؟ لانه ضخ البلديه 24 ساعه، صح؟ لانها هاي الميه مسروقه، فالمستوطن بيستهلك 500 600 700 لتر في اليوم، وبكبوا مي في الشوارع، عندهم مسابح في بيوتهم، عندهم نجيل اخضر بالمي اللي بيستهلكها بكفي القريه كلياتها، واللي بالقريه يدوب يوصلوا بالشهر عفوا باليوم يدوب اذا وصلوا 40 ولا 50 لتر في اليوم، هذا بيكون شيء كويس، تمام؟ فهذا الظلم اللي احنا واقعين فيه. حنحكي عنها ان شاء الله، عن مصادر المي في فلسطين لاحقا في المساق، يمكن بعد اسبوع او اسبوعين، وحنحكي لكم بالضبط شو مصادر المي المتوفره في فلسطين، وقديش احنا مظلومين احنا كفلسطينيين بسبب سرقه الاحتلال مصادرنا المائيه. فسفشنت، لازم تكون سفشنت، واخر شرط لازم تكون بابليك، عام، مش اشي خاص. هاي المي ما فيش شيء، الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلى والنار، هذا حديث ديني. لكن اذا بدناش تحكي بالامور الدينيه، المي هاي لازم تكون بشكل يعني بشيء عام. ليه؟ يعني مثلا ممكن واحد يجي يحكي لك انا مستثمر بقدر اوصل لك مي سيف وتيستي وسفشنت، وانت ما بدك توصلك المي، تمام؟ بس انا هاي شركه خاصه. ممكن صاحب هاي الشركه الخاصه بعد شهر زمان يحكي لك ايه انا يا عمي صار في عندي ضعف بالسيوله بدي ارفع السعر. تقدر تحكي له شيء؟ من حكم في ماله ما ظلم، وهو صح، هو حر، ميته هو بده يتحكم فيها. طيب ممكن يحكي لك انه انا زعلان من ضرب فلان، ديروا بالكم الحاره اللي فيها ضرب فلان ما تدولهاش مي، هو حر، صح، هي ماله الخاص. عشان هيك المي ممنوع تكون مال خاص، المي لازم تكون عامه، لازم تكون مصدر عام للناس كلياتها، تمام؟ اذا هاي الاربع شروط، سيف، تيستي، سفيشنت اند بابليك، لازم توفر المي. هذا المبدا الاساسي الاول من مبادئ الهندسه البيئيه، توفير الماء بالشروط الاربعه. في حد عنده استفسار لهون؟ تمام. الان نيجي للمبدا الثاني. المبدا الثاني بتعلق بالويست، سواء كان سوليد ويست او ويست ووتر، يعني المخلفات اللي بتطلع من الانسان. يعني انت كانسان ربنا اعطاك ميه نظيفه من المياه الجوفيه او من النهر او من بحيره وسطتك للبيت ما شاء الله عنها، لما تطلع من عندك من البيت كيف تطلع؟ ميه مجاري، اللي بنسميها ميه المجاري، صح؟ فهاي ميه المجاري مش بنفس الصوره اللي انت اخذتها، فهاي حتاثر بشكل كبير على البيئه اللي بدها تروح عليها ميه المجاري. فعشان هيك انت مهمتك كمهندس بيئي انه to proper handling and disposal or recycling، يعني التعامل الجيد معها، التخلص السليم منها، او اعادة استخدامها مرة اخرى لهاي الويست ووتر، تمام؟ كمان برضو نفس الاشي السوليد ويست، النفايات الصلبة، في عندنا نفايات صلبة، في عندنا شغلات كثير، مثلا يعني جلد الدجاج، عظم الدجاج، القشور، الفواكه، الباكجينج، البلاستيك والشغلات هاي، كل هاي الامور اللي احنا ما بدنا اياها. حنحكي عن موضوع كامل عن السوليد ويست، لكن هاي الامور كلياتها السوليد ويست كيف تتعامل معها، كيف تتخلص منها بصوره امنه، كيف تحاول تعيد استخدامها، هذا برضه من المبدا الثاني من مبادئ الهندسه البيئيه. اذا المبدا الاول هو توفير المي، المبدأ الثاني هو التعامل مع الويست سواء كان سوليد ويست أو ويست ووتر، نفايات صلبة أو نفايات سائلة، والمبدأ الثالث التعامل مع التلوث، لأنه ده أول ما تسمع في البيئة بخطر في بالك التلوث، صح؟ التلوث هو المبدأ الثالث من المبادئ الأساسية للهندسة البيئية. كيف تتعامل مع التلوث في المي ووتر، تلوث في التربة سويل، تلوث في الهواء atmospheric pollution أو air pollution، وكمان التلوث بالضجيج noise pollution. كل هذا التلوث هذا انت كيف تتعامل معه، how to control it، هاي من مبادئ الهندسة البيئية الثلاث. اذا في عندنا ثلاث مبادئ، مبدأ الاول توفير المي بالشروط الاربعة، مبدأ الثاني التعامل مع النفايات الصلبة والسائلة، مبدأ الثالث التحكم في التلوث، تمام؟ اذا هاي هي المبادئ الاساسية للهندسة البيئية. في احد عنده استفسار؟
ننتقل على اللي بعدها. في مبدأ مهم في مرتبط هو هذا مبدأ عام sustainability، الاستدامة أو الديمومة بسموها. هاي الاستدامة مرتبطة بشكل كبير في الهندسة البيئية. الآن خلينا نحكي ليش. أول شيء عشان نفهم شو معنات مفهوم الاستدامة، تخيلوا أني خليني أختار مثلا اسمين من هالموجودين، عندنا أحمد صدر وفي عندنا أمير رضا. لو أعطينا لو أعطيناكم كلياتكم كل الموجودين كل واحد 1000 دينار حطناه في حسابه في البنك، تمام، وأعطيناكم 100 دينار كل شهر مصروف شخصي. إذا في عندك 1000 دينار في البنك وبيجي كل شهر المتجدد 100 دينار، تمام. أجا أحمد صار يصرف كل شهر 150 دينار، وأمير بصرف بس 100 دينار أو أقل 190 بهالحدود هاي، تمام. شو بصير في حساب أحمد بعد فترة؟ بخلص. تخلص صح؟ في مثل بحبه عند أهل نابلس بيحكوا اللي بنقص بخلص، صح؟ أي إشي بنقص بخلص. شو بصير في حساب أحمد؟ في حساب أمير بضل زي ما هو أو بزيد، صح؟ الآن اللي عمله أمير sustainability، اللي عمله أحمد non-sustainability، non-sustainable. ليه؟ الآن هذا الحكي ممكن تحكيه كمان على المصادر الطبيعية، لأن إحنا عندنا مصادر. فيش المصادر فيش ما عندنا، فيش في الأرض ما في مصادر لا نهائية، كلها مصادر غير متجددة، إلا طبعا نحكي عن الطاقة. لما تحكي عن الطاقة الشمسية وغيرها بالنسبة لعمر الإنسان ممكن تعتبرها طاقة متجددة لا نهائية، بس هي فعليا الشمس هتخلص في النهاية، بس إحنا بنحكي عن عمر الإنسان. لكن إحنا بنحكي عن مصادر الأرض الطبيعية، مثلا المياه العذبة، التربة، الألمنيوم، الخامات، الذهب، كل هاي الأمور هاي مصادر طبيعية. أهلا أهلا فهاي المصادر إذا إحنا ضلينا نسحب منها من غير ما نطلع على sustainability احنا نخلص. خليني أعطيكم مثال بسيط. عندنا في فلسطين في عندنا أحواض جوفية مائية، هنحكي عنها بالتفصيل أكثر، لكن في قطاع غزة شيء اسمه الحوض الجوفي الساحلي. هذا الحوض الجوفي الساحلي مية تحت الأرض بيجيها من المطر تقريبا كل سنة 50 مليون متر مكعب من مياه الأمطار والأودية. مياه الأمطار والأودية بتتخلل في داخل الأرض، بنزل بحدود 50 مليون متر مكعب. الآن إذا أهل غزة سحبوا بحدود 50 مليون متر مكعب، ضل الحوض زي ما هو. إذا سحبوا أكثر حيتدهور الحوض، حيبطل الآبار توصل للمية، حتوصل المية تدخل عليها مية البحر، وحتتلوث في الملوثات الثانية. فللأسف من فترة طويلة طبعاً لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية ومشاكل كثير تعرفوا، يعني مش غريب عنكم المشاكل اللي بتواجهها قطاع غزة، طبعاً أهمها الاحتلال والحصار، بسحبوا أكثر من الحد اللي بيجيهم من المتجدد. يعني الخمسين مليون هني هذول إيش؟ المية دينار اللي أعطناكم إياه، هم بسحبوا بدل 50 مليون 100 ل 120 مليون في الشهر، في اليوم عفواً، في السنة، في السنة 150 مليون متر مكعب في السنة. هذا أدى أنه يدهور الحوض بشكل كبير. أنا لما عملت رسالة الماجستير كانت عن الحوض الجوفي في قطاع غزة، هذا الحكي في 2006-2007، كان 97% من الآبار غير صالحة للشرب. لأن بتواصل مع أصدقائي في اللي من غزة فبيحكوا لي إنه حتى الآن مش بس غير صالحة للشرب، حتى للاستحمام غير صالحة، لأنك كأنك تتحمم في مية بحر. يعني إذا لما تطلع من البحر مش لازم تتحمم بمية نظيفة عشان تشيل الأملاح عنك، لأن مية المياه الجوفية تبعتهم وصلت لدرجة الملوحة فيها بشكل كبير. طبعا هذا مش sustainable. فطبعا في حلول، الحل الأمثل إلهم إنه يعملوا محطة معالجة مركزية لمياه البحر نفسها عشان نسحب مية البحر ونغذي الحوض مرة ثانية، بحيث إنه نستنى نخليه. يعني نيجي نحكي لمين اللي كان يسحب مصاري، أحمد، نيجي نحكي له خلاص ستوب وقف ما تصرفش ولا إشي،
ما تصرفش ولا إشي من 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 الحساب تبعك، دبر حالك، روح اشتغل لك شغلة ثانية، روح اشتغل في KFC ولا اشتغل لك في مش عارف إيش، دبر حالك. والمصاري اللي بيجينك هدول المية خليهم يتحوشوا 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 لحد ما ترجع الألف دينار زي ما هي. وهيك احنا نحكي لأهل غزة، ما حدش يسحبنا الحوض، بدنا نصير نعطيكم المية من مية البحر عبين ما الحوض هذا يرد يسترد عافيته، ساعتها بصير ايش تسحبوه بحدود 50 مليون. انت يا احمد ايش اللي بصير تصرفه بعد ما يرجع الحوض لوضعه الطبيعي للألف دينار اللي معك؟ بتصير تصرف المية دينار اللي معك، اما هدول المية دينار حاليا ما تطبش فيهم. هيك بصير. إذن هي sustainability، الاستدامة، الديمومة، إنك تحافظ على المصدر تبعك. How to maintain our ecosystems in the light of many depletions of environmental resources. Depletions نضوب، استهلاك لـ environmental resources. في عنا pollution prevention أو minimizing the waste، هذا بيؤدي إلى المحافظة على المصدر. يعني لو انه مثلا الحوض الجوفي تبع قطاع غزة لو ما سحبناش منه اكثر من 100، لكن لو نزلنا عليه ملوثات كثير شو صار فيه؟ بطلنا نحافظ عليه. تمام. اذا مش بس كم من ناحيه كوانتيتي، كمان الكواليتي مهمه انك تحافظ عليه من التلوث. سلكشن اوف ايكويبمنت وذ مينيمم انرجي اند ووتر كونسومشن، هذا نختار اي شيء بدنا 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 نصممه يكون استهلاكه للكهرباء واستهلاكه للمي أقل ما يمكن. كمان إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير، الريوز والريسايكل، حنحكي عنهم بتفصيل أكثر. في عنا في الـ 3 R's، حتى هم صاروا 5 R's، حنحكي عنهم بعدين. الـ Reduce, Reuse, Recycle. المهم أنه بدل ما أنا أروح على، أعطيكم مثال بسيط عليها، مين أحسن؟ اروح على بدي اعمل مثلا ألمنيوم، اروح على منطقه في نص الصحراء فيها خام البوكسايت اللي هي صخور تحتوي على خام البوكسايت، اروح اكسر هالصخور هاي بالبلدوزرات والمتفجرات واطلع هاي الصخور اوديها على مصنع واستهلك منها، استخرج منها خام البوكسايت واوديها على مصنع واستهلك طاقه كبيره عشان استخلص من خام البوكسايت الالمنيوم واوديها على مصنع واصنع على الشيء اللي بدي اياه ومش عارف ايش. شوفوا قديش مكلفه هاي الشغله. ولا اروح الم مثلا علب الكولا، لان هاي مثلا الالمنيوم، اروح على الم علب الكولا اللي موجوده متوفره في الـ في الـ في الـ في, الـ في الشوارع وفي في النفايات، واروح بس اوديها على المصنع بس اعيد تشكيلها وانظفها واظبطها. هيك انا حافظت على المصدر تبعي اللي هو تبع الالمنيوم، ووفرت على حالي كميه كبيره من الطاقه والجهد والفلوس وكل شيء. تمام. اخر شيء selection of materials and machines that have longer time of service، انه لازم يكون في عندي مش انه اختار الشيء اللي بخرب بسرعه، لانه الشيء اللي بخرب بسرعه بيستهلك اكثر من خامات الارض الطبيعيه، زائد بلوث اكثر. يعني هذا جزء منه. يعني مثلا بدك تروح تشتري العاب لاخوك الصغير، معك خيارين، يا اما بتشتري له لعبه ام الخمسه شيكل اللي اول ما توصل على البيت بتلاقيها انكسرت، قبل ما توصل على البيت حتى والله، هو بالطريق بتلاقيه كسرها، ولا تشتري له لعبه مثلا بخمسين شيكل. لعبه الخمسين شيكل ممكن تضلها عنده، هلا مقابل لعبه الخمسين شيكل ممكن تشتري كم لعبه بخمسه شيكل؟ 10 لعب، صح؟ لكن صحيح المبلغ اللي انت دفعته نفسه، لكن كمية النفايات اللي حتطلع 10 أضعاف، وكمية المواد الطبيعية اللي استخدمتها من الأرض 10 أضعاف. فأنت استهلكت من مصادر الأرض الطبيعية 10 أضعاف، ولوثت الأرض 10 أضعاف. إذن المفروض أنه تكون more، يعني longer time of service. هاي على 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 أي شيء بتفكر فيه لازم يكون في عندك longer time. فكر للمدى البعيد. يعني sustainability باختصار هي durable development. عندكم بس لحظة.
تمام. إذن هذا هو مبدأ السستينابيلتي. الآن نيجي نحكي عن الإثكس، أخلاقيات، أخلاقيات المهندس البيئي. طبعاً الإثكس هاي الإنسان بكل شيء لازم يكون عنده أخلاقيات، لكن إحنا الآن نحكي بشكل مفصل عن أو بشكل خاص عن أخلاقيات المهندس البيئي. أخلاقيات المهندس البيئي use knowledge and skills for the enhancement and protection of the environment. إن تستخدم معلوماتك ومهاراتك لحماية وتطوير البيئة. هاي من أخلاقيات المهندس البيئي، إنه يكون عنده حماية البيئة عن طريق مهاراته وأدواته وعلمه. Hold paramount the health, safety and welfare of the environment. Paramount، شو معنات paramount؟ حدا مر عليه هذا المصطلح؟ يعني في مقام أعلى، يعني أهم إشي بالمستوى. 100% صح. ها مش عارف، ما أنتوا هسه كلياتكم على الكمبيوتر، اعمل على الجوجل ترانسليت. كنترول بي paramount meaning، بعطيك إياها. paramount في مقام أعلى، more important than anything else، supreme، top، having supreme power. تمام. طبعا تحضروا أفلام صح، في استوديوهات الأفلام مشهورة من ضمنها اللي هي 20th century fox و warner brothers و ديزني ومش عارف إيش صح، لأن في من ضمنها paramount. حدا مر عليه هذا المصطلح أو هذا الاستوديو اللي بداية الفيلم، مش بداية الفيلم بيجي الاستوديو اللي عمل الفيلم أو الشركة اللي أنتجت الفيلم. حدا بتذكر شو شعارها؟ شعارها قبل ما أعتقد النجم اللي بتلف وبتيجي بالنص برامات، بتلف وبتيجي وين؟ حوالين البرامات. أيوة، حوالين الجبل العالي. مون بيجي باراماونت بالنسبة. هيو شايفينها؟ أيوة. قمة الجبل، باراماونت يعني قمة الجبل، يعني المفروض تكون البيئة عندك على قمة الجبل. hold paramount the health safety and welfare of the environment. تمام. health الصحة، safety الأمن، والwelfare الرفاه of the environment. إذن من أخلاقيات المهندس البيئي إنه بتكون التوب بريوريتي عنده اللي هي البيئة. كمان perform services only in areas of personal experts، يعني ما تعملش حالك أبو العريف وتصير تفتي في إشي أنت ما إلك علاقة فيه. يعني مثلا أنا متخصص في تلوث الهواء، تصير مشكلة مثلا تلوث ضجيج، أجي أصير أفتي فيها، ولا تصير مشكلة تلوث نفايات خطيرة، أجي أفتي فيها، لا ساعتها بخرب أنا أكثر. صحيح إنه أنا من ناحية حسن نية أنا عندي حب إني أعمل الـ enhancement and protection of the environment وعامل البيئة paramount، لكن ما فيش عندي الخبرة الكافية. تمام. إذا perform services only in areas of personal experts. be honest and impartial. honest يعني صادق، impartial غير متحيز. In serving mean أنت كمهندس بيئي بدك تكون الوسط بين البابليك، الناس يعني بشكل عام، your employers الناس اللي موظفينك، your clients زباين المصنع تبعك، and the environment والبيئة. فأنت بدك تكون صادق وغير متحيز لأي من هدول، مش تصير تحابي مثلا زباينك على حساب الناس اللي ساكنين في المنطقة، أو لا تحابي الناس اللي ساكنين في المنطقة على حساب زباينك، يعني التنتين. وبالنهاية لازم تكون محافظ على البيئة. وآخر شغلة issue public statements only in an objective and truthful manner. لازم يكون في عندك objective. شو يعني objective؟ موضوعي، يعني مبني على حقائق. يعني مثلا خلينا نشوف اسم مثلا ضياء حاطط عينه على قطعة أرض في منطقة معينة، بحكي لهم ترى ديروا بالكم يا عمي، انا اخذت هندسه بيئيه وانا بحكي لكم انه التربه في هذيك المنطقه مسممه سامه. طبعا هو شو قصده؟ عشان يرخص سعرها، ما حدش يشتريها. تمام. فبروح هو برخص سعرها، بروح بيشتريها هو. هذا مش اوبجكتيف. اوبجكتيف يعني لازم يكون مبني على حقائق. لو انه ضياء راح على هذيك الارض واخذ عينه حسب المخطط، حسب مثلا القوانين وحسب المواصفات، وداها على مختبرات معترف فيها من مؤسسة المواصفات والمقاييس،
والمختبرات هاي طلعت تقرير انه فعلا هاي قطعة الارض او عفوا التربة اللي في قطعة الارض هاي مسممة، ساعتها بقدر يحكي انه ترى ديروا بالكم هاي قطعة الارض مسممة. اما يجي يحكي هيك عشان هو بده يرخص الارض هاي، هون بتكون مشكلة كبيرة. تمام، اذا لازم تكون truthful manner and objective. في حد عنده سؤال لهون؟ اذا بنذكر اللي دخلوا متاخرين، المحاضرات حتصير عندنا من 9:30 لل 10:30 بشكل كل سبت واثنين، والنص ساعه الثانيه بتتابعوا على المودل. اذا حيكون مرات حل امثله، حيكون مرات شغلات فيديوهات تابعوها، حيكون شغلات كثير النص ساعه اللي ضلت. ويعطيكم العافيه. اذا فيش اسئله بنشوفكم ان شاء الله يوم السبت.